عالمية إلى علم وعالمية نشر حضارة وعلم، وتحول من جاهلية كفر وفواحش إلى حداثة الإيمان وصلتهم بالرحمن وتقدمهم في كل مجالات الحياة، وتحول بإسلامهم من بداوة العرب وجفائهم إلى حسن الطباع والأخلاق والمعاملات، فكانوا أعدل الناس وأرحم الناس وأذوق الناس وأكثر الناس ذوقا وسلوكا وخلقا في التعامل مع خلق الله وعباد الله. فما رآهم أحد على وجه البسيطة، حيث انتقل أصحاب رسول الله بشرع الله في العالم في قارات الدنيا، ولم يكن أحدهم يركب البحر ولكنهم ركبوا البحار والمحيطات وانتقلوا عبر القارات، فلم يبق موقع قدم فيه إنسان إلا رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى فيهم عدل الإسلام وسماحته وأذواق الإسلام وآدابه، فما رآهم أحد إلا وحد الله ودخل في دين الله عز وجل. ولم يمض 25 سنة حتى عم الإسلام جميع قارات الأرض، وأقيمت أول دولة عالمية تربط العالم كله من بني الإنسان في قارات الأرض، قائلها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابها ومنهاجها القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. رباهم النبي على هذه المعايير من قوة الشخصية التي لم تركن إلى الدنيا إلى المتعة الحرام، ولكن تأخذ من الدنيا بالقدر الذي يقيم منهج الله والذي يمنع ما حرمه الله عز وجل. لذلك علمهم النبي هذه العزة وهذه القوة وهذه الكرامة، لأن رسالتهم ليست هي الماديات، وإنما رسالتهم استخدام الماديات في إقامة شرع الله وإقامة عدل الله وتحقيق مراد الله عز وجل كما أمرهم الله عز وجل. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا نيته وهمه فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسمه الله له. ومن كانت الآخرة نيته وهمه، يعني في دماغك اللي يرضي ربنا بتدور على يرضي ربنا، ولو كان قليل كتير ما بتفكرش بالقليل والكتير، ما بتدورش على متع دنيا، بتدور على اللي يرضي ربنا ايه ايا كان. ومن كانت الآخرة نيته وهمه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقد تحقق هذا فعلا لأصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم لما استقاموا على شرع الله. ويظل وعد الله قائما لنا إن استقمنا على دين الله عز وجل، حيث قال تعالى في قرآنه العظيم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم اجعل الآخرة نيتنا وهمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم آمين يا رب العالمين. رضي الله عن صحابته الفضلاء العلوم النجباء، وجزاهم الله خيرا على جهدهم وجهادهم وبذلهم وتضحياتهم في سبيل العقيدة ونصرة الشريعة وإعلاء كلمة الدين وإقامة منهج الله في الأرض، وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا كما رضيت عنا، وأن تفقهنا في ديننا كما فقهته، وأن ترشدنا إلى الحق والهدى كما أرشدته، وأن تأخذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم كما أخذت بأيديهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وبدنا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء، يسر لنا كل عسير وهون علينا كل صعب وافتح لنا كل مغلق، واكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. امين امين يا رب العالمين. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي المقصره بتقوى الله عز وجل. تقوى الله مش كلمه، تقوى الله مش اي كلمه، تقوى الله منهج حياه تقوم على ركنين. الركن الاول ان توحد الله، معرفه الله، العقيده والايمان واليقين بالله عز وجل وحقوق الله عليك، ان توحد الله رقم واحد. رقم اثنين الشريعه، ان تقيم شرع الله عز وجل
تحول الاقتناع والكلام الى فعل وسلوك وتطبيق لمنهج الله عز وجل. جمعت بين العقيده والشريعه، بين الايمان والعمل، كنت بذلك فعلا مسلما حقا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. ان اتقوا الله يعني ايه؟ رقم واحد ان توحد الله وتؤدي حقوقه. رقم اثنين ان تسمع وتطيع لله ولرسوله وتقيم شرع الله عز وجل حلاله وحرامه. يبقى ده تقوى الله عز وجل. وعدك الله بها ان يبسط رزقك وان يبارك لك في عملك وان ييسر امرك وان يجعل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا وما احوجنا الى ذلك كله. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بل قال في الايه التي تلتها: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ثم قال في الآية الثالثة بعدها بنفس ذات السورة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فما أحوجنا إلى أن يغفر الله ذنوبنا وإلى أن يقبل الله أعمالنا وإلى أن يسر الله علينا كل عسير في حياتنا وما أكثر العسر في حياتنا وأن يفرج الله ما حولنا وأن يرزقنا من حيث لا نحتسب وأن يبارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا. اللهم حقق لنا ذلك بتقواك والعمل بما يرضيك يا رب العالمين بشرعك وهدي نبيك عليه الصلاة والتسليم. أيها المسلمون الكرام، وتقوى الله عقيدة وشريعة، والإيمان وتفعيله إلى فعل وسلوك وعمل هو أساس أيضا للنجاة، أطواق النجاة عند الفتن، سواء فتن الدنيا أو فتن علامات الساعة الصغرى والكبرى، أو فتن عند خروج الروح يتعرض لها الإنسان، أو فتن سؤال القبر التي يترتب عليها إما نعيم وإما عذاب، أو فتن أحداث يوم القيامة والتي يترتب عليها إما رضوان من الله عز وجل أو سخط من الله ومقت وغضب. فمن ينجينا من هذه الفتن إلا أن نوحد الله وأن نقيم شرع الله عز وجل ونستجيب لنداء كتاب الله وهدي رسوله الكريم. أيها المسلمون الكرام، إننا نعيش في زمن علامات الساعة الصغرى والكبرى، وقد قال الله تعالى: اقتربت الساعة. خلاص اقتربت، وانت شايف آياتها. يوم الأربع اللي فات أعلن مدير الأرصاد إن في زلزال على بعد 500 كيلو ضرب مرسى مطروح ووصل لعديد من المحافظات، وأصبحنا نسمع كل يوم عن الزلازل وكسرة الزلازل من علامات الساعة، كما أن كسرة الكسوف والخسوف للشمس والقمر من علامات الساعة، كما أن كسرة الدماء والقتل بلا سبب من علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. لذلك لابد علينا أن نفكر في هذه الآيات التي يرسلها الله لنا بين الحين والحين، حتى نعلم بأننا مؤقتون على الدنيا وأن لنا موعد لابد أن نلقى الله فيه لنحاسب عن الملف ولندفع الفاتورة بما قدمنا وما عملنا. فهل نفكر في هذا جيدا؟ هذا هو المطلوب من كل مسلم في كل صباح وكل مساء، يتذكر لقاء الله والحساب فيستعد بالأعمال الصالحات وينتهز الفرص في شغل وقته واستخدام جوارحه في أعلى الدرجات وأعلى الأعمال التي توصله إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. نعيش زمن الفتن. رمضان مضى علينا شهر رمضان، وفوجئنا في شهر رمضان غالبية المساجد مغلقة في صلاة الجمعة، لأن الجمعة كانت يوم عيد، وهذه من المخازي التي ما كان ينبغي أن تحدث، مع أن بعض إخواننا يعني الله يسامحهم قعدوا يروجوا ويطمطموا بالفتوى بأنه إذا اجتمع العيد مع صلاة الجمعة فللمسلمين ألا يصلوا الجمعة. طب كمل انت قريت نص ظاهر نص لكن ما كملتش النص. لو عندك علم فقه هتكمل، لو درست كويس مش هتقولها كده خالص، لان هتقولها كده هتشجع ناس كتير جدا مش هتصلي لا جمعه ولا ظهر اصلا. وده اللي حصل كتير قوي، الناس بتصلي الجمعه ولا ظهر، ولا خلاص ما هو الشيخ قال والاخ قال اذا اجتمع العيد والجمعه خلاص، فانا حصل انا عيد خلاص معلش لا جمعه ولا ظهر. لا يا حبيبي، اللي قال لك قال لك.